مساء الخير، مساء الخير أصدقائي، تحياتي جميعا للناس اللي ناطرة معنا. نتأسف كثير على العطل الفني اللي صار، البث اللي كنا رح نعمله التغى واضطرينا نعمل بث جديد بآخر لحظة. ففي كثير عالم، أنا بتأسف للعالم اللي كانت حابة تتابعنا لايف رح يضطروا يتابعونا يمكن أوفلاين لبين ما يتوزع الرابط من أول وجديد. على كل حال، في حلقة ثالثة للناس اللي بتحب تطرح أسئلة راح يكون في مجال تطرح الأسئلة تبعها أو تبعت لي إياها، خاصة الأسئلة كلها عم جمعها للحلقة الثالثة والأخيرة مع الأستاذ صبحي أنطون. أستاذي الكريم، برحب فيك، مساء الخير أو صباح الخير. تسلم فادي، تشكر فادي على كل الجهود اللي بذلتها واللي عم تبذلها. شكرا لصبرك، وآسفين مرة ثانية أستاذ على الخربطة اللي صارت. رح نتابع بحديثنا أستاذي الكريم مطرح ما وقفنا المرة الماضية وقفنا وقت اللي كنت تحت حكم البعث وشاركت بالانتخابات المحلية رغم معارضة خالد بقداش للموضوع، ودخلت خارج قوائم الجبهة الوطنية التقدمية كمستقل. شو بتحب تحكي عن الموضوع سيدي الكريم؟ احترامات يا أخي فادي، تحياتي أستاذ. نحن لما بحكي باسم الجماعة، نحن يعني مجموعة الشباب اللي شكلنا التيار معادي للبقداشية كظاهرة مرضية عاش حزبنا الحزب الشيوعي السوري. اللي بدي أقوله هلأ تحية طيبة لكل القوى الديمقراطية على أرض الوطن، تحية طيبة لكل الرفاق الشيوعيين الذين كانوا أو شغلوا عضوية الحزب الشيوعي السوري، تحية لهم حيث هم اليوم في هذا التيار أو ذاك، في هذا الموقع أو ذاك. أنا من وجهة نظري أنهم جميعا شيوعيين بمعزل عن مواقعهم التنظيمية إن كانوا في هذا الموقع أو ذاك. تمنياتي، أمنياتي، ما أتمناه هو عسى ولعل هذا اللقاء يفعل فعله في لم شمل جميع الشيوعيين في الشتات ليشكلوا نواة عمل مشترك فيما بينهم، عسى ولعل يتوصلون إلى ما يصبون إليه في تشكيل أو تأسيس مكون شيوعي عضوي يرتبط عضوية بمصلحة هذا الوطن المسروق. كلمتي هذه لن تكون قضما لكائن من كان ولا اعتداء على أي كان. أنا لا أرمي حجرا باتجاه أي شيوعي حيث يكن موقعه التنظيمي أو حيث تكن قناعاته الفكرية. ما يربطني بجميع الشيوعيين على الأرض السورية هو أننا تاريخيا عملنا سوية، وربما لأسباب جدا موضوعية ومنها ما هو ذاتي، كل منا احتل موقعا متباينا عن الآخر. على كل، هي كلمة جمع الشمل لجميع الشيوعيين في الشتات، عسى ولعل ينجحون في تشكيل نواة حزب ذات طابع عضوي قادر على أن يحتل موقعا متقدما في العمل السياسي حيث يكونون وحيث تبزغ غدا شمس حرية هذا الوطن المسلوب. شكرا لجميع الديمقراطيين على أرض الوطن، لجميع الشيوعيين حيث يكونون. كل ما أتمناه أن
يدخل في حوار ديمقراطي مسؤول بعيدا عن التخندق والتشنج، لأنه لا يمكن لم الشمل إلا عبر هذا الشكل من الحوار الديمقراطي. شكرا لجميع القوى النظيفة الشريفة على أرض الوطن. شكرا لك سيدي الكريم. طبعا نحن الشيء اللي عم نعمله او نقدنا لا يستهدف الأديولوجية برمتها، يستهدف اشخاص، ولولا النقد ما تطورت الأنظمة ولا تطورت الأحزاب ولا ممكن نطلع من الواقع اللي نحن فيه، كنا فيه للواقع للأسف، كان الواقع تعبان خلينا نقول، ولكن الواقع حاليا مزري. لا فائدة طبعا. تعليقات نحن كنا راح نخليها للحلقة القادمة، ولكن لا بأس مثل ما عطى الأستاذ صبحي تعليق سريع، أنا أضم صوتي لصوته. النقد ليس رمي حجر باتجاه أحد، راح أستخدم نفس المصطلح اللي حكيته أستاذ، والتعليق المطول على الموضوع راح يكون بالحلقة الثالثة، هي شهادة هذا الرجل على عصره وأمور كثيرة بما يراها من وجهة نظره الشخصية فقط. قد نشاركه وقد نخالف الرأي، وإنما هي تجربة شخصية بحتة تستحق من كل منا أن نوليها آذان صاغية ونوليها متابعتنا وننتقد أكيد. نرجع من حيث توقفنا المرة الماضية سيدي الكريم، ترشحك لانتخابات الإدارة المحلية. أخ فادي، بعد المؤتمر الثالث اتضح، بعد المؤتمر الثالث لحزبنا اتضح للأكثرية أن هناك تيارين في الحزب الشيوعي السوري، تيار يتزعمه خالد بكداش وتيار آخر يتزعمه مجموعة من الرفاق هدفهم الأول والأخير هو بناء حزب شيوعي من طراز جديد، حزب بكل معنى يرتبط طردا مع الواقع الحسي، مع الواقع العيني للبلد. كنا مجموعة من الشباب بعد المؤتمر الثالث نلتقي بشكل عفوي وأحيانا بشكل إلى حد ما مدروس، كنا بحدود شيء 30 40 رفيق على مستوى الحزب ككل، يعني نحن كنا نمثل مجموع اللجان المنطقية على مستوى الرقعة التنظيمية للحزب الشيوعي السوري. أنا يومها كنت تابع لتنظيم الحزب في حمص بناء على القرار اللي اتخذوه عنوة بأن أعمل في حمص بعيدا عن الحسكة أو تنظيم الحزب بالحسكة أو بالجزيرة ككل. بعام قبل 72 أخذنا نحن طابع نواة تنظيمية، فكانت مجموعة من الشباب هون وهون، مثلا درعا سويدا، مجموعة من الرفاق يتحاوروا فيما بيننا عبر حلقات ليستكشفوا الطريق الأسلم لوصول هذا التيار إلى تنظيم عضوي على مساحة الحزب، مثلا دمشق وريفا حمص وحما حلب والرقة اللاذقية طرطوس بما فيها الجزيرة دير الزور الرقة. كنا نتواجد يوما كل 20 يوم كل شهر مجموعة من الرفاق، كان من الحسكة إلياس مرحو وأنا، الرفيق إلياس مرحو الله يرحمه متوفي، وأنا من دير الزور، كان أبو زياد وأبو عزيز، من الرقة كان يجي فايز فواز. الخمس رفاق كنا نناقش
تقريبا الوضع السياسي التنظيمي على مستوى المحافظات الثلاثة هاي، وشو نقدر قطعت الصورة، كثير. وشو لا لا نقدر نعمل تنظيميا. تمام. أيوة. سامعك تمام استاذي، سامعك تمام استاذ. في هذه اللقاءات اللي كانت تتم فيما بيننا نحن محافظة الجزيرة زائد دير الزور زائد الرقة، كنا ندرس جملة الخطوات التنظيمية التي تؤهلنا لأن إلى حد ما نشارك في بناء في تحويل هذا التيار إلى تيار ذات تنظيم، ذات وضع تنظيمي وذات روحات سياسية، بمعنى أن نتبنى برنامج سياسي لهذا الحزب. قبل الانتخابات، بس بدي أحكي كلمتين، نحن عقد عنا مجلس وطني على مستوى الحزب ككل تنظيميا. في هذا المؤتمر، في هذا اللقاء، في هذا المجلس الوطني، كان حصرا تناقش فيه القضايا الفكرية والسياسية وإلى حد ما التنظيمية اللي كانت موضع خلافات. في المجلس الوطني قدرنا إلى حد ما نلملم هذا التيار ويتحول إلى قوة إلى حد ما دافعة على مستوى الحزب. ظلينا نحن على شكل من أشكال العلاقة ذات الطابع التنظيمي. فأنا كنت يوما بحمص، قرر تيارنا أنه أدخل الانتخابات الإدارة المحلية في محافظة الحسكة عن مدينة الحسكة. تركت حمص والتحقت بالتنظيم. شو كانت الحكمة من طلب هذا برأيك؟ نحن بلشنا نخطي خطوات باتجاه فصل التنظيم، فصل هذا التيار تنظيميا وسياسيا عن تنظيم خالد بالداش. هاي كانت بشباط انقسام خالد بقداش عن الحزب، كان بنيسان ب 3 نيسان لما أصدر بيانه المشؤوم واللي بناء عليه شق الحزب هو ويوسف فيصل. التزمت أنا بالتنظيم بالحسكة، علاقتي مع جميع الرفاق بالحقيقة كانت علاقة جيدة. نحن المسألة المركزية اللي كانت تربطنا ككل هي ما يسمى بالحميمية على مستوى العمل التنظيمي. نحن كلنا تنظيم واحد موحد ككل. قرر منظمة الحسكة ترشيحي، وافقت على ترشيحي بالإجماع، وأعلن ترشيحي رسميا. خلالها أجتني رسالة من خالد بقداش عن طريق أحد الرفاق جمعته، ما سلمته، وصل لعندي على البيت فتحت له خير، قال والله في رسالة من الحزب إذا ممكن تستلمها. قلت له والله أنا تنظيميا ما عاد إلي علاقة بخالد بقداش ولا بتنظيم خالد بقداش، واللي بيقرر استمرار ترشيحي هو قيادتنا نحن كتيار. تركز هذا كان إعلان الطلاق من جانبك سيد الكريم بوقتها. من جانبنا ككل، لأنه أنا من حمص جيت لحسك بقرار من تيارنا واستمريت بهالعملية. لما أجت رسالة خالد بداش واللي عم بهدد فيها فيما إذا استمريت بالانتخابات راح أطرد من الحزب، عقدنا اجتماع لكادر المنظمة بالحسكة بحدود ما يقرب من 30 رفيق.
قلت لهم يا رفاق الوضع هيك، نستمر بالانتخابات ولا لا؟ أكد الجميع بلا استثناء جمعا أن نستمر بانتخابات الإدارة المحلية. على مستوى الانتخابات كان تحضيرنا جيد جدا، وفيني أقول ممتاز، لدرجة أن الانتخابات ككل كانت تدار على مستوى الجبهة الوطنية التقدمية من قبل عبد الله الأحمد عضو القيادة القطرية لحزب البعث. ليلة الانتخابات تماما في 1 شباط طلب من فرع البعث أنه يا جماعة هذا الانتخابات بهذا الشكل، الملاحظ المراقب يقدر يرصد أن المرشح الشيوعي هذا ممكن تكون الغلبة لصالحه. هذا المرشح خلونا نتعرف عليه لنشوف مين هو وشو عنده اقتراحات، شو عنده تطلعات، شو ناوي بالانتخابات، شو عم بيفكر. والله فرع البعث اتصل فيه انه الرفيق عبد الله الاحمد حسب قولهم بده يشوفك، في مانع؟ قلت له لا ما في اي مانع. التقيت بعبد الله الاحمد بسراي الحكومه، دردشنا بالوضع وناقشنا الانتخابات بحدود شيء نص ساعه. قال لي يا اخي بيانكم بيان جمله من المطالب الديمقراطيه، بس شوف في شيء اسمه تعبير او سطر انه الاتحاد السوفيتي الى جانب او حكي من هذا النوع، شو علاقه الاتحاد السوفيتي بهيك انتخابات؟ قلت له والله يا اخي نحن عندنا الطيارين، نحن والبقداشيين، اذا شافوا البقداشيين هذا البيان الانتخابي ما في كلمه تأييد او تعظيم للاتحاد السوفيتي يتهمونا أنه نحن ضد الاتحاد السوفيتي. لذلك اضطرينا ندخل هذا الجملة حتى إلى حد ما نقدر نقنعهم أنه والله ترى نحن ما ضد الاتحاد السوفيتي. جرت الانتخابات باثنين، ودعنا بعضنا أنا وهو، شكرنا الزلمة وكان اللقاء ودي. ثاني يوم جرت الانتخابات، يا فادي نحن كمنظمين، أول منظمة على مستوى الحزب الشيوعي السوري تدخل انتخابات وتغرد خارج إطار الجبهة الوطنية التقدمية. لذلك لما ادعى أحدهم عنا بعد بكذا سنة أنه نحن موالين للسلطة وقصص من هذا النوع، نحن نقدر نرد عليه تماما أنه نحن لما تنظيمك ولابد تغرد إلى جانب الجبهة نحن خارج، كنا خارج الجبهة. بمجرد الخروج عن الجبهة يعني نحن طلعنا عن كل الأعراف اللي موجودة ومن تحت عباءة السلطة بشكل أو بآخر، يعني لاحظ مضبوط. بهالانتخابات اللي فيني أقوله تماما إنه نحن سكرنا أغلقنا مدينة الحسكة. في مدينة الحسكة كان في 13 صندوق انتخابي، بالرغم من كل التعويم اللي تم ليلا واللي منعوا مراقبين على الصناديق انه يستمروا في مراقبة الصناديق. لما انفتحت الصناديق وتم الفرز انا كنت الاول في 10 صناديق من اصل 13 صندوق. ومع كل هذا اعلنت سلطات الامر الواقع عدم نجاحي بالانتخابات. هاي معركة دخلناها بالحقيقة بشرف وخلص، وانتهينا أو تجاوزناها بشرف.
تقنية فرز الأصوات كيف كانت أستاذي الكريم؟ لجنة من قبل السلطات تفرز هالأصوات، بالأخير قالوا إنه نحن ما نجحنا. أعلنوا عن الأصوات، عن عدد الأصوات، وبعد قالوا ما نجحتوا أو لا، هن الجماعة بيقوموا بالعملية على المخفي وبيقولوا لكم هذا الطلع معنا. هن بمعزل عن مراقبيننا، هن اللي فرزوا، هن اللي قرروا وادعوا انه نجحت قائمة الجبهة ونحن فشلنا بالانتخابات. وصلت الفكرة، يعني حاكم ومحكوم بنفس الوقت. هو الحكم الفصل. بعد الانتخابات هاي بنيسان أصدر خالد بقداش بيان 3 نيسان، وأعلن خروجه عن الحزب. لا، ببيان 3 نيسان أعلن خالد بقداش أن منظمة الجزيرة بشكل مغلق هي لجانبه. قلنا لهم يا جماعة والله من شهرين الانتخابات دللت أنه تنظيم الحسكة بالإجماع لصالحنا، ما بيمنع انه في مجموعه لصالح بقداش كلتنا بنقر فيها، ولانه هذول لعبوا دور كثير سيء، خزقوا اعلاناتنا، ادعوا ادعاءات مذهبيه الى ما هنالك. بس نحن بالحقيقه بعد بيان 3 نيسان مواقعنا جيده جدا على مستوى الحسكه، إنها مواقع بالمالكيه، بغبور البيض، بالقامشلي، بالدرباسية. هاي بعد بيان 3 نيسان. بعد بيان 3 نيسان صف مع خالد بقداش يوسف فيصل، ما تبقى من أعضاء المكتب السياسي اللي كانوا 7، 5 معنا و2 مع خالد بقداش. وطلعت يوم التسمية إنه الحزب الشيوعي السوري بين قوسين المكتب السياسي، بما معناه هذا كان الاسم المتداول بالنسبة لتيارنا، لأنه يوم الخمسة كانوا ظهير عبد الصمد، دانيال نعمي، إبراهيم بكري، رياض الترك، عمر قشاش، هذول كانوا تيارنا. ظلينا على مدى السنة وأكثر شوي نحن قيادتنا هن هذول الخمسة، الخمسة باقتراح من مجموعة من الرفاق بما فيها الخمسة، شكلنا لجنة مركزية مؤقت. أنا كنت من أعضاء اللجنة المركزية اللي شكلت على مستوى القطر. والسيد الكريم، هل كان بهاي الفترة في نوع من أنواع الملاحقة للرفاق، يعني المغردين خارج السرب إذا كان فيني يسميون، لأن لسه ما كان متشكل تنظيم، ما ولا كان بسبب البعد عن العاصمة يعني تمتعتوا بشيء من الحرية أنتم؟ ذلك، كان فيه هامش من الديمقراطية إلى حد ما، وكنا نتحرك وناخذ ونعطي بشكل جدا معقول. خلال هالفترة اللي كانوا الثلاثي معنا طلع اقتراح مننا إنه يا رفيق ظهير، بالنسبة لظهير عبد الصمد، ما دام انقسم الحزب إلى تيارين خليك معنا لننتخبك أمين عام. ظهير عبد الصمد كان متحفظ جدا إنه يقدر يلعب دور الأمين العام بتيارنا. هذا الثلاثي لما كان معنا ظهير إبراهيم دانييل، بكل أسف حسوا إنه موقع ما ننهي ما نن معنا. قواعدهم كانت ضعيفة إلى حد ما بالمستوى اللي كان يعتقدوه. نحن كنا مسيطرين على كل اللجان المنطقية. 2 فينا أقول اليوم وعلنا أن موقف البعض مننا تجاه هذا الثلاثي كان ياخذ طابع استفزازي، مما دفع الثلاثة أنه يقتنعوا أنه موقعهم ما له معنى تماما. إلى جانب صار في ضغوط سوفيتية باتجاههم أنه يا جماعة موقعكم ما له هون،
رجعوا لعند خالد بقداش، وبتظل العلاقة بينه وبينكم جيدة، بمعنى بين السوفييت وهذا الثلاثي، فيما إذا رجعوا لمواقع خالد بقداش. كانت النتيجة أنه رجعوا لمواقع خالد بقداش، فهن ظلوا تنظيميا مع خالد واستمروا هيك للأخير. ونحن عقدنا المؤتمر الرابع عنا وانتخبنا لجنة مركزية. اللجنة المركزية انتخبت رياض مكتب سياسي بما فيها الأمين العام رياض الترك. يعني تم انتخاب مكتب سياسي من 12 رفيق بما فيها رياض الترك أمين عام للحزب، لأن رياض الترك كان عضو مكتب سياسي عند خالد بقداش، فكان الأوفر حظا بيناتنا أن يكون هو الأمين العام. ال12 كانوا رياض الترك، فايز فواز، عمر قشاش، نوري حج رفاعي، واصل فيصل، ميشيل عيسى، جورجس عيسى، يوسف نمر، نبيه جلاحج، محمد ذيب كردي، صبحي أنطون. 12 رفيق كنا أعضاء المكتب السياسي. بكل أسف الرفيق نوري ما طول خطي، توفى الله يرحمه. بقينا 11 واحد. وبلشنا نشتغل على هذا الأساس. لما كان كنا تنظيم واحد مع خالد بقداش، بعد المؤتمر الثالث طلعت أصوات من قبلنا إنه يسوى يكون للحزب برنامج سياسي. هذا الكلام كله لسه قبل المؤتمر الرابع، صح؟ نحن أخذنا المؤتمر الرابع، بس أنا بدي أبين نقطة هي مشروع البرنامج السياسي. نحن تبنينا هذا المشروع اللي وضعته لجنة يوم ما كنا نحن وخالد بقداش سوا، لأنه في أصوات هلأ تحاول توحي وكأنه بعض الطروحات في هذا المشروع هي طروحاتنا نحن وأملية إملاء على الحزب، وجماعة خالد بقداش كانوا ضدهم. مشروع البرنامج في مسألة التطور اللا رأسمالي، هالموضوع اللي طرحوه السوفييت مجددا، فناس قسم من الرفاق كانوا معه قسم ضده، بس هذا كان طرح سوفيتي وتبنيناه في مشروع البرنامج السياسي. هذا المشروع اللي كان ممكن يقدم إلى المؤتمر الرابع إلا أنه بيان 30 نيسان سبقنا وشق العزل في موضوع، ظلت موضوع خلاف لليوم، ربما بعض الرفاق البقداشيين يحكوا فيها. ورد تعبير الحزب الشيوعي العربي، هذا كان طرح جديد على مستوى الحزب. بعثنة الشيوعية يعني. أيوة يا سيدي، اللجنة اللي وضعت مشروع البرنامج حتى يكون الكل على بينة، اللجنة كانت من 5 رفاق: خالد بقداش، يوسف فيصل، موريس صليبي، هذول بقداشيين، زائد رياض بدر الطويل، دانيال نعمة، هذول كان يمثلوا تيارنا. بالتالي نحن تبنينا المشروع ككل. وجهة نظر بقداش حول المشروع اللي كان هو على رأس اللجنة إنه يا جماعة حسما للقال وقيل حول المشروع، خلونا هالموضوع، موضوع الحزب الشيوعي العربي، نشيله من فصل الوحدة العربية نحطه بالمقدمة. وكانت النتيجة أنه وافقوا رفاقنا أنه يا أخي بنشيله من فصل الوحدة ونخليه بالمقدمة، مقدمة المشروع.
طيب لا ايش يا اخي الاحتداد والاعياد انه انتم كنتوا جماعه الحزب الشيوعي العربي وما الى ذلك. يا اخي ما اللجنه الاكثريه كانت بقداشيه بقياده خالد بقداش، وانزلت هالموضوع برضا خالد بقداش واستبدلت برضا خالد بقداش وموافقتنا. شو الجريمه بالموضوع؟ اثنين يا اخي ليش لا تخافوا انتم من الاجتهاد؟ الاجتهاد ضروري يا أخي، خذ واعطي مع أي اجتهاد كائن من كان ضمن حوار ديمقراطي مسؤول. هذا الاجتهاد، هذا الاقتراح نال الأكثرية ولا بد ليكن، ما نال الأكثرية سقط كمان ليكن. شو هالشغلة الكبيرة هاي؟ 100,000 اجتهاد ينتصر ينجح ومئة ألف اجتهاد بيسقط. نحن حزب عضوي يعتمد الحوار الديمقراطي فيما بينه وضمن أطر تنظيمية شرعية وانتهت المسألة. هاي بالنسبة لهذا البيان. نحن عقدنا مؤتمرنا وتبنينا هذا المشروع، مشروع البرنامج، مع شوية تعديلات لم تؤثر على جوهر المشروع، واستمرينا ضمن هذا الإطار. ولأنه هذا المشروع في مسألة التطور اللارأسمالي طلع، صار تطلع جريدتنا بعد سنة سنتين وأكثر شوي، صار تحكي برأسمالية الدولة. يعني في انقلاب على الثوابت، على الأيديولوجية. إذا نحن يا أخي هذا المشروع البرنامج تحول إلى برنامج وبإقرار كامل من المؤتمر الرابع عنا، ما معقول أنه نحن بمشروعنا تطور لا رأسمالي وتطلع بالجريدة رأسمالية وطنية، رأسمالية الدولة الوطنية. صار في صراع حول هذا الموضوع. بالحقيقة اللي كان يأكد على رأسمالية الدولة الوطنية كان يستهدف بالتالي فتح جبهة مع السوفيت. لك يا جماعة على مهل ما لنا نحن بالقوة التنظيمية والسياسية اللي تأهلنا عفوا نفتح معركة مع السوفيت. نحن قدامنا شيء اسمه خالد بقداش، زلمة أمين عام من 40 50 سنة. نحن لازلنا نحن بأول طلعتنا، بكل تواضع بقول لك نحن ما كنا معروفين على مستوى الساحة السورية، في أحسن الحالات واحدنا معروف على مستوى المحافظة اللي يعمل فيها أو على مستوى اللجنة المنطقية اللي يعمل فيها. لذلك ما في ضرورة، زائد انت عم بتنافس شخص هو بالعاصمة وله اتصالاته وله قواعده الشعبية، وانت بالجزيرة. يعني ايه بس نحن عم بحكي مع رفاقنا اللي على مستوى مكتب سياسي انه مين هذا اللي عم بينزل مقالات ضد التطور لا رأسمالي لصالح موضوع رأسمالية الدولة الوطنية. وبلش الصراع ياخذ ويحتد بيننا وبين كان رياض الترك وفايز فواز اللي كانوا مع هذا الطرح، واستمر. وبالحقيقة نحن صار في صراعات حادة جدا على مستوى المكتب السياسي، وهذا أنا طرحته بالمداخلة اللي طرحتها أنا بالمؤتمر الخامس اللي عقدناه بال78. نحن اللي خلانا ما نحتل مواقع متقدمة كتنظيم، علما كان في إمكانية كبيرة إنه هذا التيار هذا التنظيم يتحول إلى حزب بكل معنى الكلمة، حزب له حضور سياسي وتنظيمي على مستوى الشارع السياسي. حضرتك علقت على نقطة بالمؤتمر الخامس، ألقيت كلمة غادر فيها رياض الترك القاعة، وبالمؤتمر الثالث وقت ألقيت كلمتي غادر كمان رياض الترك القاعة. بملء الأسف
الأولى، شو من بدك؟ كلمتي بالمؤتمر الثالث عفوا حمل أغراضه خالد بقداش وطلع خارج قاعة المؤتمر وانزوى، كان في حديقة تابعة للبيت وصار يتمتم هوني. قلت لك أنا مملأ عيوني عن شوارده. المؤسف أنه لما أنا ألقيت مداخلتي ووصلت لموضوع التركاوية، نسبة لرياض الترك هي أعلى مراحل البقداشية، رياض حمل أغراضه وطلع من المؤتمر. أنا اللي بدي أقوله أنه ما بيصح أمين عام يترك مؤتمر عام للحزب لأنه في مداخلة ما بتنسجم مع طروحاته، يحمل حاله ويطلع. يا أخي يا أمين عام، إذا كانت هالمداخلة ولا بد ما بترضي، رد هذا قاعة المؤتمر لكلياتنا. هذا المؤتمر اسمه المؤتمر العام للحزب، أنت كأمين عام بحق لك ترد وتقنع الآخرين اللي ورد بمداخلتي أنا ما نصح، وانتهت العملية. وخلينا ككل نتمتع بشيء اسمه حوار ديمقراطي يا أخي، ونعيش كلنا سوا، مو أنا يا أنا يا أنت. وقت انسحاب الأمين العام للمؤتمر يكون ينسحب وراء أعضاء يعني مثل الجروب تبعه يعني أو هيك شيء؟ هذا انسحب لحاله، ظلوا الآخرين مستمرين وعم يسمعوا. والمداخلة بالحقيقة كانت شوي مطولة، أو كانت المداخلة الوحيدة اللي ألقيت في هذا المؤتمر، وأنا ألقيت دفاعاً عن قواعد الحزب، عن نهج الحزب، عن كل ما هو، كل ما له علاقة بأنه هذا الحزب يقدر يجمع قوى التنظيمية والسياسية بشكل تأهله أنه يلعب الدور المنوط أنه يلعب. أنا دافعت عن قواعد الحزب، دافعت عن الديمقراطية داخل الحزب، تكلمت بشكل مقبول جدا حول جميع كل الخلافات اللي تمت بيننا كمجموعة وبين رياض الترك فايز فواز. لما خلصت مداخلتي وبدأنا بانتخاب لجنة مركزية جديدة، أنا أعلنت أنه ما راح أرشح نفسي لعضوية اللجنة المركزية. إذا بدي أقول لك يا أخي فادي، العشرات من أعضاء المؤتمر وقفوا وصرخوا أنه يا رفيق اترشح، نحن كلياتنا ننتخبك. هذا كان رد أنه كلهم كانوا موافقين على المداخلة، والمداخلة بالحقيقة ما كان التجريح لا فلان ولا فلان، كل ما هنالك المداخلة كان فيها سرد تاريخي للخلافات، توصل لدرجة أنه يا أخي شوية انتقاد ذاتي من فلان وفلان ونرجع نكمل سوا، شرط أنه هالطرف الثاني اللي كان معارض للمداخلة أنه يقر يا أخي السلوك كان منافي لطبيعة الحزب ولما هو متوفر أو قائم أو مقنع على مستوى الحزب، أنه في خلافات بس في حوار ديمقراطي ممكن كل الأطراف توصل إلى مواقع موحدة. يوم تم هذا أنا انسحبت من المؤتمر، انسحب معي يوسف نمر، نبيه جلاحج ما كان موجود، رفيق نبيه، محمد ذيب كردي، هذول كنا اللي انسحبنا. بس بعد المؤتمر لحق فينا جورجس عيسى، ميشيل عيسى كمان أعضاء مؤتمر، ولحق فينا بدر الطويل كمان كان عضو مكتب سياسي، وواصل فيصل اللي صفوا خارج إطار المكتب السياسي القديم 8 من أصل 3.
اللي بقوا هن رياض الترفيس ووز عمر قشاش. هن استمروا بهذا التنظيم، ونحن حاولنا إلى حد ما نجمع بعضنا، إلا أنه وشكلنا ما يسمى بحركة الاتحاد الشيوعي في سوريا. رجعت أنا اختلفت مع رفاقنا بالشام، لأنه كانوا بدهم يلتقوا ويشكلوا حزب مع يوسف فيصل. ما عم بسمع صوتك فادي. خلينا ناخذ فاصل 10 ثواني استاذ، تشرب مي وننتقل نحكي عن التنظيم الجديد اللي تشكل. ولا يهمك ولا يهمك. اوكي. صح استاذ. خلال هالفترة هاي نحن تجمعنا بدر الطويل، يوسف نمر، محمد ذيب كردي، نبيه جلاحج، وأنا، الخمسة اتفقنا مع مجموعة من الرفاق كانوا أعضاء لجنة مركزية أنه يا جماعة خلونا نشكل تنظيم نقدر عبر هذا التنظيم نجمع كل ما يسمى بشيوعيين هون وهون، عسى ولعل هالخطوة تكون خطوة متقدمة باتجاه توحيد الحزب. إلى جانب أنه نحن مجموعة من الكوادر مقبولين عند الطرفين، إن كان مجموعة رياض الترك أو خالد بغداد. ظلينا بحدود سنتين ثلاثة، أنا كنت أشعر أنه المجموعة اللي أنا فيها كل ما حكينا وفتحنا مسألة الحزب يتوددوا ليوسف فيصل، على يوسف فيصل قال، يوسف فيصل عمل، يوسف فيصل. أنا كنت من الناس اللي بقول إنه يا أخي خالد بكداش يوسف فيصل ترى عملة وحدة. تاريخيا يوسف فيصل كان الرجل الثاني بالحزب، وكان هو اليد الضاربة باسم خالد بكداش. يعني لما تقول يوسف فيصل بتقول خالد بكداش، لما تقول خالد بكداش بتقول يوسف فيصل. حسيت أنا بالأيام الأخيرة أنه يظهر في ضغوطات سوفيتية على مجموع رفاقنا أنه يلتحقوا بتنظيم يوسف فيصل، ويوسف فيصل عمل المستحيل ليستقطب هالمجموعة من الرفاق ليتاجر فيهم أنه هو مع وحدة الحزب. لما سمعت أنه في ضغوطات سوفيتية حقا، وصار عدة لقاءات ولابد، وحسموا الموضوع رفاقنا بالشام انه بده يلتحقوا بيوسف فيصل، انا قلت لهم مع يوسف فيصل لن اعمل، يعطيكم العافيه خاطركم. هون انا تركت المجموعه، التحقوا بيوسف فيصل، ويومها سمي الحزب الشيوعي السوري الموحد. قدر يقنع ياخذ معه بالمؤتمر فقط واصل فيصل لأنه أخوه، ميشيل عيسى، جورجس عيسى، لأنه كمان هذول تركوا رياض الترك من منطلق سياسي، لأنه رياض فتح معركة مع النظام أو النظام فتح معركة مع تجمع رياض، فبده يتهربوا من هالمسؤولية. حضروا مؤتمر يوسف فيصل، وبعد المؤتمر تركوه مباشرة. هاي هي نهاية المؤتمر الرابع الخامس عنا. إلى هون أنا تركت هذا التجمع وأقررت أو عبر قناعة أنه يا أخي هلأ بدك ترجع تشتغل بتنظيم معين، بدك تفتح معركة مع خالد بكداش، ومعركة مع رياض الترك، ومعركة مع الآخرين، وفي تنظيم شيوعي كمان الرابطة كان على حوافي الحزب، فمعنه ما في إمكانية بهذا النوع، وما في ضرورة علنا نعمل غسيل، نشر غسيلنا مثل ما يقولوا. هاي هي النقطة الأخيرة. إذا في أسئلة، إذا في كذا، أنا فيني أرد ولا أنا أسئلتي هي بس ملاحظات صغيرة على طرحك مشان أنا أقدر أفهمه ولاحق المراحل الزمنية بالذات. أنا شخص ما خلقت بهذيك الفترة،
والمصادر عن هذيك الفترة طبعا شحيحة، لا يعرفها إلا من عاصرها، يعني ما في كتب تنكتب على عن هذيك المرحلة. بس بعد انتهاء المنطقة من المؤتمر الخامس، استوضح الموضوع، أنا اللي فهمته من كلامك سيدي الكريم أنه كان الموضوع يعني واصل إلى ذروته، يعني مو بس أنت، كان في انشقاقات، كان في كثير من الرفاق ما راضيين عن التنظيم ولا عن القيادة ولا عن الطريقة اللي عم يتم فيها تسيير الأمور بالحزب بشكل عام أو وضع الخطط. ف يعني هذا اللي اللي وصلنا أقوله، ما بين المؤتمر الرابع والخامس أنا مداخلتي فيها بشكل مفصل. نحن كنا مختلفين حول تقييم المرحلة، كنا مختلفين حول جملة من الخطوات التنظيمية اللي كان ينفرد فيها فايز فواز ورياض الدرقة. لما كان تطرح هذه المسائل على مستوى اللجنة المركزية، ترى بالحقيقة ما المركزية بمجموعة كانت مع رياض، لا، كلهم كانوا مستائين من هالخلافات الحادة، وكان كلهم يطالبوا أنه يسوى هذا السلوك، هذا التصرف يعرض على اللجنة المركزية، والمركزية بتقرر بدورها فيما إذا كان الحق إلى جانب فلان أو فلان، حسما لكل هالخلافات اللي آلت بالأخير إلى شق التنظيم. يعني انسحاب 8 أعضاء مكتب سياسي من أصل 11 رفيق أعضاء بالمكتب السياسي أحدث خلل كبير على مستوى التنظيم. هلأ أنا فيني بقول لك كان يسوى من تجمع أو مجموعة رياض الترك ما يدخلوا معركة مع النظام هن في هذا الوضع التنظيمي. المسألة على مستوى الحزب ككل، وانت عم تشتغل سياسة بدك تشتغل تنظيم، لما بدك تصعد بالخط السياسي ولابد بدك تصعد بالخط التنظيمي بشكل انه ما يكون في تمايز كبير ما بين الخط السياسي والخط التنظيمي، من منطلق ان الخط التنظيمي بمقدار ما يكون عصي بمقدار ما يحمي الخط السياسي. فلما بتيجي تفتح انت معركه سياسيه مع النظام، وضعك التنظيمي مخلخل ما نو في صالحه. كان مفروض مجموعه رياض يصبروا 3 4 سنين ليشوفوا الوضع التنظيمي وين صفى، باي شكل تبلور، بناء عليه وبقرار من اللجنه المركزيه او من المؤتمر في الانعطافات الحاده يسوى الحزب يعقد مؤتمر. يعني هذا التقليد اللي غاب عنا نحن بالحزب. مثلا نقول لك الحزب الشيوعي السوري اللبناني وافق على تقسيم فلسطين بدون قرار من مؤتمر. كان المفروض يعقد مؤتمر للحزب، وبناء على ما يقرر بالمؤتمر إما أن يوافق الحزب على قرار تقسيم فلسطين أو يرفض قرار تقسيم فلسطين، ولو أن السوفيت كانوا موافقين أو وافقوا على تقسيم فلسطين. يعني ما في ضرورة خطنا السياسي أو القومي يكون تابع للخط السوفيتي. طيب انا في عندك مفاجأة صغيرة لك. اخونا جوزيف يعقوب ابو ملك الغالي حابب يفوت معنا، وهو يمكن انسب شخص بيقدر يطرح عليك أسئلة. بس اذا فاتح صفحة يوتيوب سكرها مشان لاني سمعت في صدى عندك. اوكي، بنعطيك بالخير ابو ملك. يعطيك العافية. صوتي مسموع؟ الصوت تمام. يا هلا، مساء الخير اول شيء. هلا بيك. الله يخليك. وانا يعني كان بطلب مني انا يعني دخلني في هذه حقيقه، لانه كان عندي اسئله كثير وعندي بعض التوضيحات، لكن كمل انت خلص الحديث وانا بدي احاول يعني اسال بعض الاسئله عشان ما اقطعك. اوكي يا ابو ملك، راح اتوقع استاذ صبحي كان على وشك الختام. نحن الاسئله اللي نجمع كمان اسئله بصراحه من الرفاق اللي بعثوا لي اياهم راح اطرح عليه، عشان ما في مانع يكون في نقاش صغير. استاذ صبحي فيك تكمل بسردك وناخذ تعليق الاخ جوزيف. استمر في فادي انه في
في كل منعطف سياسي أو أمام كل منعطف سياسي يسوى الحزب يعقد كم مؤتمر وبناء عليه بيقرر موقف الحزب. يعني المؤتمر العام للحزب يقرر فيما إذا كان في هذا المؤتمر هذا الانعطاف موافق عليه أو رافض أو تعديله أو مثلا بالنسبة للقضية الفلسطينية كان يسوى ينعقد مؤتمر عام للحزب. في الموقف من وحدة مصر وسوريا كان يسوى ينعقد مؤتمر للحزب بناء عليه بيقرر الموافقة أو الرفض أو التحفظ بالنسبة لوحدة مصر وسوريا. وبالتالي في دخولنا للجبهة كان يستوجب يكون في مؤتمر للحزب، خروجنا من الجبهة كان يسوى يكون في مؤتمر للحزب. يعني بكل الانعطافات السياسية ما بيسوى القيادة لوحدها بمعزل عن القواعد أو عن مؤتمر عام للحزب تقرر فيما إذا كان بدها تدخل هذا المنعطف أو لا. هذا اللي بدي أكده عن المؤتمر وأهمية انعقاد مؤتمر. نقطة ثانية تحمل أهمية ربما البعض ما بيوقف عندها كثير، مشكلة البرنامج السياسي اللي كان موضع خلاف كبير من يوم ما كان مشروع واللي انشغل عليه بقيادة خالد بداش. أنا اللي بدي أقوله معلومة لمن لا يعلم إنه الحزب ما كان فيه برنامج سياسي للحزب. بالمؤتمر الثاني بال43 أقر برنامج سياسي عبارة عن صفحة ونص ما نبغى، وما حد تعامل معه ما حد اتخذه كليا. علما أن تكون شيوعي أن توافق على 3 شروط. الشرط الأول أن توافق على البرنامج السياسي للحزب، 2 أن تكون عضو في خلية من خلايا الحزب، 3 أن تدفع اشتراك مالي شهري. فإذا كنا نحن كحزب ما عندنا برنامج سياسي من سنة 43 لل74 خلال 30 سنة، فمعنى هذا أنه كلياتنا ما بصح يقال عنا شيوعيين، لأنه الشرط الأول ما هو متوفر في أي مكان مننا من خالد بقداش وجر. وهذا إذا بدك تأخذ فيه ولا بد، معناته المؤتمر الثالث اللي عقد بقيادة خالد بقداش ما كان فيه ولا شيوعي، لأنه ما كان الحزب متبني أي مشروع أي برنامج سياسي. ولما انطلب أو اقترح من بعض الرفاق أنه يا أخي ما دمنا داخلين على مؤتمر ثالث خلونا نقر برنامج سياسي مشروع برنامج سياسي لنعرضه على المؤتمر، خالد بقداش رفض أي طرح أنه يساوي بما معناه أنه يطرح على المؤتمر الثالث مشروع برنامج سياسي. لما اشتد الخلاف بينه وبين الآخرين من أعضاء المكتب السياسي استبدل مشروع البرنامج السياسي بتقرير سياسي وألقي بالمؤتمر الثالث تقرير سياسي ما مشروع برنامج سياسي. وظل الحزب هيك لل74 نحن عقدنا وتبنينا مشروع برنامج، وهن ربما تبنوا نفس المشروع مع شوية تحفظات. يعني أنا اللي بدي أقوله حزب يحترم نفسه مطالب يكون في برنامج سياسي لهذا الحزب. نحن كلياتنا دخلنا الحزب بدون أي اطلاع على برنامج، لأنه ما كان في برنامج سياسي الحزب، كانت هوشة عرب. نحن مع السوفيت، بالتالي مع ضرورة وجود حزب شيوعي سوري في هذا البلد. إذا عنده شيء أبو ملك. أبو ملك تفضل صديقي. أنا عندي طبعا لحظة أفتح لك مايكك. تفضل أبو ملك. في كثير اشياء بس بدي احكي بالموضوع اللي بلش فيه رفيق صبحي لما عمل مداخلته الاولى. حكى ببدايه انه تفكير او العمل باتجاه انشاء تنظيم شيوعي في الخارج، يعني الفكره هي للخارج ولا تنظيم شيوعي اللي بفكر فيها رفيق صبحي؟
لا لا، بالنسبة للخارج أنا نتيجة السنوات اللي عشتها هون وأسمع من هون وهون بأشكال متعددة، أنا من أنصار أنه كل الرفاق الشيوعي حيث تكون مواقعنا التنظيمية، إن كانوا مع بغداد مع رياض الترك، خارج هذا وخارج هذاك، كل من يتبنى الفكر الماركسي يسوى حاليا على مستوى الشتات تتشكل ما يسمى بحلقات ماركسية. البدايات دائما بالأحزاب الشيوعية بدأت عبر حلقات، يعني 5 رفاق 10 رفاق 15 رفيق، بدون برنامج سياسي، بدون نظام داخلي، بدون انتخابات تنظيمية، عبارة عن حلقة ذات طابع ماركسي، يطرحوا فيما بينهم ورقة عمل، ورقة عمل بتناقش ظاهرة معينة، موضوع معين، إنه يا جماعة ما دام يقلقنا الوضع في الوطن خلونا نتفق إنه كيف، شو الحل؟ مفهوم الديمقراطية يا أخي، مفهوم النضال السياسي، مفهوم ما يسمى بحزب شيوعي من طراز جديد. يعني هلا ما دام الأكثرية تحكي بمجتمع مدني متعدد و و و والملاحظ عند الكل، المسألة المركزية بالعمل السياسي هي الديمقراطية بكل مفهومها، بمفهومها العام. فإذا كان ولا بد أنه هالمجموعة تحكي بالديمقراطية، أنا اللي بدي أقوله المجتمع الاشتراكي أو الطرح أنه نحن حزب اشتراكي وصولا إلى تشكيلة اشتراكية فيما بعد النظام الرأسمالي، راح يجي شيء اسمه نظام اشتراكي. أنا أقول هذا الطرح هو بالحقيقة طرح افتراضي، يعني أنا من مطالعاتي الأولية أو دراستي الأولية لما للفكر الماركسي، يا أخي التشكيلات الاجتماعية، التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية تحديداً ما بتتم لا ب10 سنين ولا ب20 ولا ب100. وإذا رجعنا إلى الدراسة التاريخية لمجموعة التشكيلات اللي مرت فيها البشرية، نشوف تشكيلة بتعيش 2000 سنة، 3000 سنة، 300 سنة، 400 سنة. الانطلاق من الإقطاع حتى النظام الرأسمالي طولت يا أخي الرأسمالية 300 400 سنة، إلى أن قالوا السوفيت أو الحزب الشيوعي السوفيتي انه هو عم يبني الاشتراكيه. وبكل اسف طلع انه السوفييت لا بيبنوا اشتراكيه، ولا من يحزن، السوفييت بنوا راسماليه الدوله الوطنيه، وكان يكذبوا على الشيوعيين كلهم وما كان يسمحوا للراي الاخر، وثبت انه سقط الاتحاد السوفيتي. يا اخي انت اذا كنت تبني نظام اشتراكي ولا بد، معناته في اجماع جماهيري كبير وفي حاضنة كبيرة تحتضن هذا الطرح، ما معقول كائن من كان قادر أنه يسقط هذا النظام. هذا النظام السوفيتي لا أسقطته أمريكا مثل ما يقول خالد قداش ولا الآخرين، هذا النظام أسقطوه الشيوعيين، يلسن وجماعته كانوا أعضاء مكتب سياسي، بوتين هذا اللي هلأ يتمرجل على الشعب السوري هذا كان شيوعي يا أخي، وكلهم كانوا لافروف والآخرين كلهم كانوا شيوعيين. الحزب الشيوعي السوفيتي كان 22 مليون شيوعي، ما معقول يا أخي لو هجمت أمريكا على الاتحاد السوفيتي لشفت إجماع كلي من منطلق وطني محض للمحافظة على الاتحاد السوفيتي، مثل ما جرى أيام ستالين، الكل كانوا ضد ستالين لما أعلنت ألمانيا الحرب. يا رفيق صبحي، انا ما يعني اسمح لي شوي اقاطعك، لانه انا لما سالت السؤال ما كان اريد ادخل في المجال الفكري لهاي الهيئه او التنظيم اللي عم اللي هو في عندك يعني، او الكل اللي عم نشتغل عليه يعني. هذا الموضوع يعني يمكن يكثر الحديث حوله. انا كان سؤالي انه الفكره اللي انت عم تقولها هي تنظيم
للخارج سوري، لخارج الناس اللي في خارج سوريا واللي الناس اللي بداخل سوريا؟ هذا كان السؤال. انا اخذت منك الجواب، يعني بالنهايه اخذت منك، بعدين ذهبنا الى القضيه الفكريه، قد نتفق حول كثير قضايا ونختلف حول كثير قضايا، وهي بدها مثل ما قلت حلقات ونقاش لكن انا بدي عشان ما احرق الحلقه الثالثه وبالتالي يعني يكون في حرق للاسئله، وبس عشان ما اخذ حصه غيري كمان، بس في شغله تفضل. أنا عم بضطر سكر المايكات يا جماعة لأن عم بيصير في صدى للصوت. الحلقة الثالثة من حصتي، أنا بقى بدي أخذ إسقاطات الأستاذ صبحي على جيلنا بقى. بس طبعاً أكيد أبو ملك أنت هي الفكرة، فكرتك وهي حلوة وأنت اللي رتبت الموضوع، فأكيد من حقك تستوضح النقاط، بالذات أنت كنت معاصر فترة أكثر مني. هلا يعطيك العافية، شكراً كثير. بدي اخذ محور ثاني اللي هو كان، او المحور الاول اللي حكيت عليه على فتره خالد بكداش وبعد الانقسام. الحلقه هاي يعني انا كنت اتصور انه بدك تحكي على بشكل اوسع حول الخلاف مع مجموعه رياض الترك واسباب، يعني اسباب اللي انت والمجموعه تركتن فيها الحزب، يعني عمليا كانه مثل ما يصير انه كان هيك مرور الكرام، وبأنه هي الفترة الأغنى والفترة الأكثر فيها الصراع الفكري وحول الموقف من الجبهة، ويعني يعني تقدر تقول المرحلة الذهبية هي كانت للخلافات في الحزب الشيوعي السوري. هاي أنا مرقت عليها مرور الكرام، ما بعرف، وخاصة التنظيم الثالث اللي هو التنظيم اللي حركة اتحاد الشيوعيين اللي كانوا كنت أنت كمان من مؤسسينا، اللي طلعوا من المؤتمر الرابع أو الخامس ما بتذكر. بالحقيقة أنا يلفت نظري حول هاي الهيئة لما انضموا للحزب، وأنا كنت في هذيك الفترة في الحزب عند يوسف فيصل. أجوا هاي المجموعة على الحزب، نحن لما كنا عند يوسف فيصل كنا نتوقع أنه هذول راح يرفعوا من مستوانا الفكري، وبالتالي يدخلونا في مرحلة جديدة في الحزب بمجموعة يوسف فيصل فكريا وتنظيميا. أنا بدي أحكي شهادة، أنا الشيء اللي شفته طبعا، وهون أنا لفت نظري أنه أنت ما حكيت أنه هاي المجموعة اللي أجد المفروض تكون مع مع رياض الترك اللي عندها طرح فكري معين متطور، أجد على تنظيم يعني هو فكريا عنده إشكالية وما عم يقدر يتأقلم وعنده يعني تخبصات في هذا الموضوع. أنا اللي لاحظته أنه هاي المجموعة اللي المفروض تكون بيضة القبام بين الاثنين، يعني ركبة الباص وساقة الباص وباتجاه الجبهة وباتجاه التحالفات الغريبة العجيبة، وبالتالي هني أخذوا كل الأغلب المواقع القيادية على مستوى الحزب. ما بعرف هاي القضية الفكرية شلون بدها تركب معكن، أنه هذول الناس اللي طلعوا من عند رياض وهن مصدرا كانوا، يعني بغض النظر أنا عم أقول رياض هو المكتب السياسي وحاليا حزب الشعب، أنه شلون هاي المجموعة اللي كانت تحمل هذا الفكر اجت ركبت الباص تبع الجبهه الوطنيه وقادته ومشت فيه؟ يعني انا ما بعرف هاي الاشكاليه الفكريه، ما بعرف بدك تجاوب عليها جاوب عليها بعدين، بس عمليه هذا اللي لفت نظري بالكلام هاي بالحلقه هاي. وعندي كثير شغلات وفي اسئله للشباب ويفادي بعدين نشوف شو هو الموضوع. طبعا الاسئله مثل ما انا حخليها الحلقه الثالثه مشان كمان موضوع الوقت، الحلقه وقتها ساعه انا برايي كثير منيح، ومشان استاذ صبحي كمان ما نطول عليه كثير. وطبعا له حريه الاجابه على اللي بشوفه مناسب. الحلقة الثالثة راح نعزبك أستاذ صبحي كتير، فجهد عزماتك راحتك ولا بد. بس ملاحظة صغيرة مع الأخ أبو ملك، النقطتين اللي طرحتهم أبو ملك، النقطة الأولى ليش مريت بشكل عابر عن المرحلة اللي عشناها مع رياض الترك؟ أنا بالحقيقة إلي مداخلة مطولة حول المرحلة اللي عمرها 4-5 سنوات واللي عشناها مع رياض الترك وتحديدا أنا، فأنا ما رد أكمل عن المداخلة ومحتوى المداخلة، بس أنا بخول مثلا الأخ فادي إذا كان ولا بد ينشر هالمداخلة على مراحل ليكن. أنا بجميع الأحوال، أنا بجميع الأحوال كنت ناوي حط الرابط تبعه بوصف الفيديو لحتى الناس اللي بدها بعدين تشوف الفيديو تقدر تفتح وتقراها على رواق، يعني مشان ما نضيع وقتنا فيه. ليكن بجميع الأحوال يعني نحن اختلفنا حول تقييم المرحلة نحن ورياض،
اختلفنا حول جملة من القضايا الفكرية اللي مريت أنا عليها مرور. أولا مشكلة التطور اللا رأسمالي ومشكلة رأسمالية الدولة الوطنية. بالحقيقة أنا ضد موضوع التطور اللا رأسمالي بما فيها أنا إذا كان بدك تتبنى رأسمالية الدولة يوما ولا بد، هذه تستوجب دراسات مطولة. أنا كنت خذ مثلا الخلاف بيني وبين رياض أو بيننا وبين رياض، بس أنا كنت رأس الحرب لسبب، ربما أنا عندي قناعات معينة، بدي أفتح معركة لصالح قواعد الحزب، الآخرين ما بيتبنوا هيك الطرح. مشكلة التطور اللارأسمالي نحن كنا بنيناه لأنه السوفيت متبنينه، بس بالحقيقة كنا ضده. أنا بقول لك التطور اللارأسمالي يبدأ بعملية تأميم. التأميم ما بالضرورة تكون بداية لمرحلة اشتراكية، إن كان بسوريا أو بمصر أو أي بلد من بهذا النوع. إذا واحدنا يطلع ولا بد اطلاع أولي على الفكر الماركسي، التطور اللارأسمالي أو التأميم بشكل عام يستوجب، حتى تسميه خطوة باتجاه الاشتراكية، بدك تشوف طبيعة الدولة. يا ترى هل الدولة هي وطنية ديمقراطية بكل معنى الكلمة؟ يا ترى الحلقة الرئيسية والأساسية في هذه الدولة هي مجموعة القوى الديمقراطية الثورية؟ لأن التأمين لوحده بمعزل عن الطابع السياسي للدولة ما اسمه اشتراكية. لدرجة إنجلز بيقول يا أخي إذا كان التأمين يؤدي إلى الاشتراكية ولابد، حتى دور الدعارة هي مأممة، فيعقل أن دور الدعارة تكون اشتراكية؟ فهذا شو بيأكد؟ بيأكد أنه أولا طبيعة السلطة فيما إذا كانت ديمقراطية حقا أو لا، وبناء عليه تتبنى هذا الموضوع التطور اللارأسمالي. وبالحقيقة فشلت هالموضوع وما لاقت نجاح وما عاد حدا يتداوله. أما تجي بمعزل عن الرأي العام للحزب تنشر بما يسمى رأسمالية الدولة، هذا ما هو مقبول تنظيميا. هذا بده قرار من المؤتمر العام للحزب فيما إذا قرر ولا بد الاستغناء عن موضوع التطور اللارأسمالي ليكن. ما وافق كان به، ما وافق ليكن مثل ما بده المؤتمر. النقطة الثانية اللي أنا اللي بحكيه بالحقيقة، ما نو إلزام لكائن من كان. وأنا بالنسبة للداخل ما بعرف شو عم يجري بالداخل، بس أنا بشوف إنه مجموعة من الرفاق يتناولوا الماركسي بأشكال متعددة، وعندهم طروحات سياسية بأشكال متعددة، عشان ما يصير عدم المؤاخذة فلتان هون وهون، حلقات خمسة رفاق هون 10 هون، يتفقوا كل شهر، كل 20 يوم، كل شهرين، عقد لقاء معين للمناقشة أو للحوار بقضية معينة، على وشرط إنه الرفاق يغنوا هالطرح هذا، هالظاهرة، هالموضوع، هالنقطة، إن كانت سياسيا أو فكريا. أو لأنه بدي أحكي شغلة، نحن أنت حكيت حول مجموعة اللي التحقت بيوسف فيصل ما كانت تتمتع بمستوى فكري يؤهلها أنه ممكن تلعب الدور المرجو أنه تلعبه على مستوى تنظيم يوسف فيصل. أنا فيني أقول علنية بحزب الحزب الشيوعي السوري ما نوجد لا منظر كبير ولا مفكر كبير، وقاعدة أساسية في ظل عبادة الفرد لن يكون أو لن يولد مفكر. أيام ستالين ما بتقرأ غير ما كتب ستالين وقال ستالين،
ما قرينا ولا كتاب لكل أعضاء المكتب السياسي أو اللجنة المركزية اللي كانوا مع ستالين. مع خالد بقداش ما قرينا غير خالد بقداش على تصريح صغير، على مقال صغير هون وهون. حتى في كراسه هذا حزب العمال والفلاحين اللي هو أفقر ما كتب خالد بقداش، يقول أنه والله على الكادر أن يطلع على حياة ستالين اللي هي مدرسة نضالية كبيرة، هي أكاديمية كبيرة. يا أخي حياة ستالين ما بتشكل شيء، لا بتكون فكر ولا من يحزن. فربما الرفاق اللي راحوا لعند يوسف ما قدروا يلعبوا هالدور. هذا صح، هن وصلوا بالأخير بالقطار إلى الالتقاء كليا مع النظام، صح، وببصم أنا بالعشرة هن راحوا إلى أقصى اليمين، كان ممكن هي كانت مصيبتنا. اعتناق فكر اشخاص والى يصل الى درجه التقديس وعدم انتقادهم وكانهم كتب مقدسه بدل من اعتناق ايديولوجيه، والايديولوجيه ذاتها قابله للتطوير وقابله للنقد وقابله للتفصيل على مقاصد الشعوب التي تعتنق هذه الايديولوجيه. انا بشوف استاذ صبحي فايتين نحن على الساعه وعشر دقائق، فبتحب هون ننهي، وحضرتك بكلماتك تعطينا مقدمة للحلقة القادمة، وبتحب أنا أعطيها، وأبو ملك أنا بدي أضطر أقمعك اليوم، بدك تتحملني، بعرف في جعبتك الكثير وأنا حابب أستفيد منك على رأس القائمة، وكمان بتشكرك مرة تانية. شو بتحب تختم أستاذ صبحي؟ وأنا رح أعطي فكرة صغيرة عن الحلقة القادمة إذا بتحب. طبعا أنا بشكل ودي للكل أن الكل يتجاوزوا مواقعهم التنظيمية السابقة، يعني يكونوا أكثر حرية في قول ما يجب أن يقولوه لصالح عسى ولعل مستقبلا ينوجد حزب شيوعي بشكل من الأشكال على أرض الوطن، وبشكل من الأشكال هو تجمع، هو تيار، سميه اللي بدك إياه، أنه يقدر يلعب دور رافد لأي مكون عضوي ممكن ينشأ ويتأسس على أرض الوطن. وأنا اللي بدي أقوله أنه الرفاق الشباب الطيبين اللي هن برا إذا رفعوا من مستواهن الفكري، وأنا أطالبهم برفع مستواهن الفكري لأنه هذا أساس أي عمل سياسي، نحن ما قدرنا نتكون فكريا كما يجب، هن مفسوح لنا المجال يلعبوا هذا الدور. هن بأوروبا الماركسية نظرية أوروبية، نحن كنا شرق أوسطيين متخلفين ما قدرنا. أتمنى على جميع الطيبين يرفعوا مستواهم الفكري، خاصة أنه هلأ قادرين يتمكنوا من اللغة، يتمكنوا من قول ما يجب أن يقولوا دون خوف. يعني قبل كان في شيء خوف ما يطردوك من الحزب، خوف ما يتهموك اتهامات. هذول الرفاق اللي هن بأوروبا هن بمعزل عن أي شكل من أشكال الإرهاب الفكري أو السياسي، يشتغلوا على مهلهم، لأنه المرحلة إن كان على سوريا أو الوطن العربي ككل هي مرحلة صعبة جدا، وتفرض وتطالب أن يكونوا الشيوعيين على مستوى عالي فكريا. ما عادت المسألة أسود وأبيض، العمل السياسي طيف واسع جدا جدا، العمل الفكري واسع جدا. يا أخي درسوا الماركسية، ما قبل الماركسية والماركسية وبعد الماركسية، ما للماركسية ما لها وما عليها. ماركس لم يصبح ماركسيا لأنه درس الماركسية. ماركس لم يقل اليوم أتممت عليكم دينكم. الماركسية ليست دين يا أخي، الماركسية مرشد عمل. من أين تأتي الحقيقة نتبناها ليكم؟ إن أتت من ماركس كان به، إن أتت من خارج الماركسية ليكن. الماركسية كنظرية عمرها 150 سنة، إذا ما تغلفت بعمل طوعي تطوري وعي جديد مستحيل تتطور.
يعني اللي بدي أقوله، الماركسية إذا ما احتوت نقد بكل معنى الكلمة لن تتطور قطعا. فكلامي هذا ما هو بالحقيقة إلزام بكائن من كان، مش الحال كان به، ما مش الحال. أنا بشكر كل الشباب اللي سمعوني واللي عندهم استعداد يسمعوني. احنا بنتشكرك استاذ صبحي، ولا يحق لنا نحن الجيل الطالع قد ما عملنا وقد ما سوينا نوصال لجزء من اللي عملته انت كنضالك السياسي، بغض النظر عن جرأة الشباب والشيء اللي عملته الشباب بهاي السنة اللي مضت، كمان نحن بنعترف انه ما نجحنا. ونقطة تذكر لك ولكل الناس اللي مثلك، انه بيقول شخص انا عملت واخطأت وهوني كنت مصيب، وانا بالاخر هاي التجربه تبعيتي عم بقدم لكم اياها على طبق من ذهب، شوفوا اللي بيعجبكم يا جماعه خذوه. طبعا انا يا كثير شباب، عندي شغلات قلنا بوقتنا الحالي نستفيد منكم انتم، وبتضلوا بركتنا يعني، نحن بلاكم ما بنسوى شيء، وممكن نحن كمان ما بنلحق اللي ورانا لاولادنا واللي هن احفادكم، اكيد هذا الموضوع مطلوب. سيد المستقبل بأي مكون ديمقراطي عضوي على مستوى سوريا هو في صالح الشباب. إذا الشباب قدروا يحملوا هذا العبء الحقيقة بيحققوا نجاح كبير كبير. أنا اللي بدي أقوله إضافة لما قلنا، الماركسية ما أنا مسألة قراءة، يعني ما أنا روايات أرسين لوبين مثل أيام زمان. الماركسية دراسة، الماركسية نظرية علمية بكل معنى الكلمة. ما معناته أنه والله أنا قرأت كتاب وصرت ماركسي كبير، لا. الماركسية دراسة، الماركسية ليست تيمما. يعني المؤمن عندنا بيتوضأ ليصلي، ما تيمم. التيمم ما بيفيد الماركسية، الماركسية دراسة بكل معنى الكلمة. شكرا لكل اللي سمعونا، وشكرا لأبو ملك العظيم. أنا بدي أتشكرك لك رفيقنا الكبير أستاذ صبحي أنطون أبو يسار الغالي، تحملتنا وأعطيتنا من قدمت لنا مثل ما بقول تجربة حياتك بحلوها ومرها وأخطائك وإصاباتك، هذا الشيء جدا يحترم فيك. ونحن نتمنى لو كل الناس اللي عملت بالعمل السياسي والعمل الحزبي تقول عندها الجرأة، عندها من الـ الصدق مع نفسها، أن تقول أنا هون أخطأت أو أنا فشلت. يا جماعة هذا الموضوع يكسب الفرد احترام كبير عند الناس اللي بتعرفه أو بتتابعه أو حتى تتعرف عليه مثلي، أنا تكسبه كثيرا من الصدق. للأسف هذا الموضوع بنفتقده. طبعا نحن رح ناخذ شوية نصايح منك الحلقة الجاية يا جماعة، كثير عالم بعتت أسئلة يا جماعة من عيوني، اللي بريد يبعث لي سؤال على الفيس تبعي يبعث لي إياه سؤال، الفيس تبعي موجود تحت رابط الوصف، بريد يبعثه على صفحه الاستاذ صبحي انا بفضل يكون لي، بريد الحلقه الجاي انا بفضل هذا الموضوع مثل ما فات الرفيق جوزيف معنا، في الرابط راح ينزل باللايف تشات، والرفيق جوزيف راح يوزعه كمان، ابو ملك راح يوزعه بالجروبات اللي الناس اللي عم بتتابعنا، في اي شخص يفوت صوت وصوره يطرح اي تساؤل بحبه او حتى اضافي. بتشكرك من جديد رفيق ابو يسار الغالي، نشوفكم الأسبوع القادم إذا ما حصل طارئ. مرة أخرى أعتذر جدا 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 على الخطأ الفني اللي صار خلاني أضطر نزل الحلقة بآخر لحظة ونبعث الروابط للناس، وكانت المشاركات قليلة، حقكم علينا يا جماعة، بوعدكم الأمر ما يتكرر. شكرا لكم، بشوفكم الأسبوع القادم، باي باي. شكرا لك فادي، هلا بك.